أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الزمن المجيد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. العالم كتير يمر بمشاكل، مشاكل مالية. مشاكل مالية ليه؟ بينفق كل ما يملك في طلب العلم. الإمام البخاري والده كان رجلا تاجرا وكان رجلا غنيا، يوم نام على فراش الموت والد الإمام البخاري دعا محمدا ولده هو البخاري وقال له: يا بني إني تركت لك 1000 درهم، 1,000,000 درهم. وطبعا ده في ذلك الزمان كان يعني كان مالية كبيرة جدا جدا. تركت لك 1,000 درهم، ما أعلم درهما فيه شبهة. شبهة يعني مش ما أعلم درهما حراما، لا، ما أعلم درهما فيه شبهة. إيه اللي وصل والد البخاري لهذه المرتبة وإن ماله حلال؟ أنه كان دائما بجوار أهل العلم، كان يحضر دروس مالك وحماد بن زيد وعبد الله بن مبارك وهذه الطبقة. كلما عنا له شيء في البيع كان يسأل أهل العلم، يقول له: الصفقة الفلانية شروطها كذا وكذا وكذا وكذا، هل ترى في هذه الشروط شيئا مخالفا للشرع؟ إذا قال له لا يعقد الصفقة، إذا قال له نعم في الشرط الفلاني والفلاني ده مخالف للشرع كان يسقطه إن استطاع، وإلا ممكن يفقد الصفقة كلها. الإمام البخاري كان له أخ اسمه أحمد، هما الاثنين ورثوا المليون درهم. أنفق البخاري هذا المال كله الذي ورثه في طلب العلم، حتى أنه في يوم من الأيام أفلس ولم يجد ثيابا يلبسها. أشوف الخبر هنا. يقول محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت البخاري يقول: خرجت إلى آدم بن أبي إياس فتخلفت عني نفقتي، فجعلت أتناول الحشيش، حشيش الأرض، لأنه لا يجد طعاما يأكله، فجعلت أتناول الحشيش ولا أخبر بذلك أحدا. فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم أعرفه، فناولني صرة دنانير وقال: أنفقه على نفسك. وطبعا مسألة الفقر والورطة دي كانت مشهورة عند أهل العلم جميعا، قل عالم إلا وأفلس. كل ده بسبب إيه؟ أنه كان ينفق في رحلاته الطويلة إلى البلدان المختلفة ليلقى أهل العلم، كان ينفق كل ما معه. وبعض العلماء كاد أن يموت، كاد أن يموت كأبي حاتم الرازي، كاد أن يموت أبو حاتم الرازي، وله قصة عجيبة غريبة لعلنا نذكرها إذا جاء وقت نتكلم فيها عن رحلة أهل الحديث وبذلهم أنفسهم في طلب الحديث. يعني معاناة العلماء وإفلاس العلماء مسألة من المسائل الشهيرة
يعني ما من عالم إلا إيه وإحنا بنعمل ترجمته كده اسمه ما ولده الشيوخ مش عارفين نذكر إفلاسه. قال لأن تجد عالم إلا وأفلس. وأحيانا قد يضطر العالم أن يبيع الكتاب، وطبعا الكتاب ده زي ابن العالم، يعني أنا كتابي الكتاب بتاعي أنا زي ابني بالضبط، لا سيما إذا كنت خدمت الكتاب ويعني ظل معي سنين طويلة أنقح فيه وأعلق عليه والكلام ده هو بيصبح زي الولد بالضبط. وأذكر من الذين باعوا كتبهم بسبب الحاجة أبو الحسن الفالي، علي بن أحمد بن علي بن سلك الفالي، وكان عنده نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد وكانت في غاية الجودة والإتقان، أفلس فاضطر أن يبيع هذا الكتاب بستين دينارا، بس كتب على جلدة الكتاب من جوه هذه الأبيات بيقول فيها إيه: أنست به عشرين حولا، أنست بها بالنسخة يعني عشرين حولا وبعتها، فقد طال شوقي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني. كتب هذه الأبيات التي يتفجع بها على النسخة التي كان يحتفظ بها. اللي اشترى النسخة دي الشريف المرتضي، الشريف المرتضى كما ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان. بيفتح الجلدة لقى صاحبنا إيه كاتب بقى رثاء لحاله وللنسخة. أول ما قرأ هذه الأبيات قام واخد النسخة أرجعها لأبي الحسن الفالي اللي هو ابن سلك ده وأعطاه 60 دينار. فيعني إملاقه أهل العلم وفقرهم دي مسألة موجودة تقريبا عند سائر أهل العلم الكبار، وذلك بسبب أنهم كانوا ينفقون أموالهم في الرحلة، يعني مش أنهم كانوا فقراء لا، لكن مؤنة العلم شديدة. يعني النهاردة مثلا لو أن رجلا أراد أن يكون لنفسه مكتبة محترمة، حد من العلماء يعني وعايز يعمل لنفسه مكتبة، المكتبة المحترمة اللي هي الحد الأدنى من الكتب عشان يجيب اللي عايزه في كل فن من الفنون مجموعة كده من الكتب، أقل مبلغ يمكن أن يدفعه الإنسان 150,000 جنيه عشان يعمل مكتبة محترمة محترمة، ويبقى عنده كتب كتير جدا مش عارف يجيبها برضه، لكنه إذا توسع يعني وحب يعمل مكتبة أكثر احتراما وإن لم يأتي بكل الكتب ممكن يكون ضعف هذا المبلغ. وأنا زي ما قلت لكم قبل كده وأنا أتكلم عن كفالة طلاب العلم وما ينبغي للمسلمين لا سيما الأغنياء أن يكفلوا طلاب العلم وأن يكفوهم مؤنة الحاجة وأن يشتروا لهم الكتب والكلام ده، ذكرت لكم أن بعض الكتب يعني زي سير أعلام النبلاء ولا زي تهذيب الكمال للمزي ولا حاجة ده بيعدل 2000، مستد أحمد النهاردة ب 2200 جنيه، مستد أحمد ده كتاب واحد بس سير أعلام النبلاء في قرابة 1900 جنيه، فتح الباري اللي أنا قلت لكم اشتروه عشان خاطري يبقى عندكم المتن البخاري وشرح البخاري، يمكن الجماعة اللي اشتروه عارفين التمن بتاعه. أقل نسخة، النسخة اللي هي ما فيش خالص تعبانة على الآخر يعني بتتجاوز 130 جنيه أو 140 جنيه، فالكتب أمرها صعب جدا. فالعلماء القدامى كان أموالهم دي بتنفق إما على الرحلة، وده كان غالب ما ينفق على الرحلة في طلب الحديث، أو على استئجار النساخ أو على شراء الكاغد اللي الأوراق وشراء الأحبار وهكذا. فيعني ما من عالم إلا وله في هذه المسألة يعني إيه شيء يقال. طيب إحنا يعني طبعا كلام البخاري الحقيقة يعني الكلام عنه كلام كثير جدا، لكن أنا يعني عايز يعني أجيب حكاية واحدة بس كده عشان ندخل في محنة البخاري، لأن ما من عالم إلا وله محنة من المحن.
أي عالم رباني لازم تلاقي له محنة من المحن. فقبل يعني ما أدخل من المسألة دي أذكر شيئا من سماحة الإمام البخاري من سماحة نفسه، واللي حكى المسألة دي برضه أبو جعفر الوراق اللي هو تلميذ البخاري ووراقه وناسخه. أبو جعفر الوراق ده ذكر مرة قدام البخاري إن هو عايز يشتري بيت، فالبخاري قال له ينبغي أن تذهب إلى فلان اللي هو كان ماسك أموال البخاري يعني وتجيب منه 1000 درهم. فراح جاب 1000 درهم، فقال له إيه هو بمليه؟ قال له أنا عايز أطلب منك حاجة. قال له إيه؟ قال له تقبلها؟ قال نعم ونعمى عين. قال له خد 1000 درهم ده استعن به على شراء الدار، وسامحني واجعلني في حل. قال له ليه؟ قال له إني قرأت خبر سعد وعبد الرحمن وكان ينبغي أن أقاسمك شطر مالي، فسامحني واعذرني لأنني خسرت في هذا. إيه خبر سعد وعبد الرحمن؟ مش بقول لكم البخاري ده رجل بيتدين بما ينقل، ما كانش راجل عمال يألف كتاب وهو في وادي والكتاب في وادي، لا، إنما كانوا يتدينون بما يكتبون. خبر سعد وعبد الرحمن البخاري رحمة الله عليه رواه في صحيحه من وجهين، الوجه الأول عن عبد الرحمن بن عوف في كتاب البيوع، في كتاب البيوع، ورواه في مناقب الأنصار، ورواه أيضا من حديث أنس بن مالك وكرره من حديث أنس في 11 موضعا من صحيح. خلاصة الخبر ده إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فآخى بين المهاجرين والأنصار، فكان من الذين آخى بينهما سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع أنصاري، عبد الرحمن بن عوف مهاجري. وطبعا احنا كلنا عارفين أن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وخرجوا مهاجرين في سبيل الله عز وجل. الأنصار كانوا في بلادهم وفي حاضرتهم يعني. فلما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف قال سعد لعبد الرحمن أنا أكثر أهل المدينة مالا فخذ شطر مالي وعندي زوجتان فانظر إليهما واختر أعجبهما إليك أطلقها لك فإذا انقضت عدتها تزوجتها. هذه سماحة عجيبة، لأن العرب ما كانش، ليس من طبيعة العرب أن هم يتنازلوا، واحد يتنازل عن عرضه ولا تنازل عن امرأته، لا. وبعدين ما قالوش كده إيه أحديك واحدة منهم تكون واحدة نكدية ولا واحدة شكلها وحش ولا بتاع يقولوا خد دي أنا تبرعت بها لك مثلا ولا بتاع، لا، ده بقول له انظر إليهما وانظر إلى أعجبهما إلي أطلقها لك فإذا انقضى عدتها وتزوجتها. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق بقدر إكباري لسماحة سعد كان إكباري لنبل عبد الرحمن. ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى السوق، فما هو إلا أيام حتى استطاع أن يجمع شيئا ذا بال من المال. لم يمر عدة أيام بعد ذلك إلا ولقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة، فقال ما هي يا عبد الرحمن؟ إيه الحكاية يعني؟ يعني الصفرة دي والخلوق والكلام ده ما بيحطوش إلا العرسان يعني. فقال تزوجت يا رسول الله، ده الكلام ده في خلال شهر مثلا، تزوجت يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام بكم أصدقتها؟ ده تمهر قد إيه يعني؟ قال نواة من ذهب، أصدقتها نواة من ذهب. فقال له أولم ولو بشاه. فشوف يعني عبد الرحمن بن عوف ده يعني رضي الله عنه كان إذا تاجر في التراب ربح من البركة. فالإمام البخاري بيقول له، بيقول لابن أبي حاتم الوراق، بيقول له أنا كان يعني الصحيح
أنني أقسم معك مالي، كما فعل سعد بن الربيع مع عبد الرحمن ابن عوف. المهم القصة الحقيقة طويلة، وفي الآخر محمد بن أبي حاتم الوراق أبى أن يأخذ هذا المال ورده للبخاري، فالبخاري رحمه الله عليه قال له: حيث أنك رددت المال إلي فلا أقل من أن تقبل مني 300 درهم، وأعطاه 300 درهم كنوع من المواساة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.